السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. صدور 3 أوامر ملكية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي التطورات الدولية، ويؤكد أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها الدوليين. المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة تواصل التراجع إيجاباً. وزارة التعليم تواصل استكمال اختبارات تعزيز المهارات حضورياً وعن بعد لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم. صدرت اليوم 3 أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصها: بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 بتاريخ 27/8/1412 من الهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/10 بتاريخ 18/3/1391 من الهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/283 بتاريخ 8/8/1440 من الهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3/3/1414 من الهجرة، أمرنا بما هو آت: أولاً، يعفى معالي المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه. ثانياً، يعين الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه: سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على الأمر على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 بتاريخ 27/8/1412 من الهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/10 بتاريخ 18/3/1391 من الهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3/3/1414 من الهجرة، أمرنا بما هو آت: أولا، يعين الأستاذ بدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي نائبا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه: سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 بتاريخ 27/8/1412 من الهجرة، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 100/10 بتاريخ 18/3/1391 من الهجرة، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بالأمر الملكي رقم 6801 بتاريخ 11/2/1439 من الهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3/3/1414 من الهجرة، أمرنا بما هو آت: أولا، يعين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه:
سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره بجمهورية النمسا الاتحادية ألكسندر شاربيرغ في ديوان الوزارة بالرياض، بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة، خاصة في ضوء رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. كما ناقش الجانبان أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وأكد سمو وزير الخارجية تمسك المملكة بمكافحة الإرهاب الدولي مع حلفائها لحفظ الأمن والسلم في العالم، مجددا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي على ضرورة الكشف عن كل الوثائق الأمريكية المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001، والتي أثبتت عدم تورط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية، وبخصوص الملف النووي الإيراني. قال وزير الخارجية إن طهران لم تحترم التزاماتها بهذا الشأن، مشددا على دعم المملكة لأي اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. الدولة الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقنا البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من تسلمية برنامجها النووي. وتابعنا التشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين، حيث بينت لمعاليه خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن، ورفضها لمبادرات السلام واعتداءاتها المستمرة على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحات الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق خوارق الابتزاز والمساومة. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي بأن الجرعة الواحدة لا تكفي حتى وإن كانت بعد التعافي من الإصابة في ظل وجود المتحورات. البعض يعتقد بأن جرعة واحدة تكفي، أو تعافي سابق بعد إصابة سابقة وجرعة واحدة يكفي، وهذا غير صحيح. فلا التعافي من إصابة يكفي، ولا الجرعة الواحدة تكفي، ولا التعافي مع جرعة واحدة يكفي. وجود التحورات المستجدة وبالذات تحور دلتا جعل كل هذه الأمور غير كافية، ولا بد من استكمال اللقاح بجرعتين حتى يتحصل الإنسان على الوقاية الكافية. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن الجهات الأمنية تواصل جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. ودعا المتحدث الرسمي إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظا على المكتسبات المحققة حتى زوال الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
تجاوزت أعداد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة 39 مليون و500 ألف جرعة، إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 16 مليون و700 ألف شخص، لتصل نسبتهم إلى أكثر من 47% من مجموع السكان، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 22 مليون و700 ألف شخص، لتتجاوز نسبة التحصيل 64% من السكان بجرعة واحدة، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 545,992 إصابة، من بينها 2,291 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 508 حالات حرجة. كما تم تسجيل 95 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 535,078 حالة تعاف، فيما سجلت 6 وفيات، ليبلغ إجمالي الوفيات 8,623 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. بلغ عدد الفحوصات المنجزة بمستشفى الملك فهد بجدة لعام 1442 من الهجرة أكثر من 5,800,000 فحص مخبري للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات. وللمزيد ينضم إلينا من جدة مراسل أخبار السعودية زميل عبد الرحمن المحضار. أهلا بك عبد الرحمن، أنت موجود الآن بمستشفى الملك فهد، ضعنا بالصورة عن المختبر وخصوصا مع جائحة كورونا. نعم، في ظل كل المتغيرات الصحية التي نعيشها أسامة، للمختبرات العلمية والفحوصات التي تجريها دور مهم جدا في عملية فهم أكبر لهذه الأمراض، ومن ضمنها فيروس كورونا والعديد من الأمراض المعدية خصوصا هنا في هذه المنطقة. طبعا نحن موجودون في منطقة آمنة لا تستدعي يعني لبس اللباس الخاص بالمختبرات والمعامل، ولكن هنالك أقسام أخرى تستدعي لبسها والحرص عليها، ولكن نحن الآن موجودون هنا يعني في المقدمة، ومعنا الآن الأستاذ غازي مدير قسم المراكز في مستشفى الملك فهد. أستاذ غازي الغامدي، سعيدين بوجودك معنا. رقم ضخم، 5 ملايين فحص تم عمله عن طريق هذه الأجهزة المتطورة. حدثنا بإيجاز كيف وصل مختبر مستشفى الملك فهد لهذا العدد. في البداية نرحب فيكم وشاكرين لكم، أوكي، لنقل صورة حية عما يقدمه مختبر مستشفى الملك فهد من خدمات صحية للمراجعين، وسواء كانوا مراجعين مرضى عيادات خارجية أو مرضى منومين داخل المستشفى. يعتبر الرقم 5 ملايين رقم صعب جدا، ولكن ليس هناك صعوبة في ظل وجود قيادة عظيمة تدعم، أوكي، وتلبي احتياجات المرضى فيما يحتاجون من تحاليل. يوجد في مختبر مستشفى الملك فهد، ويعتبر من أكبر المختبرات على مستوى المملكة، ما يقارب 16 قسم، أوكي، ابتداء من الاستقبال إلى الأقسام الداخلية التي تقوم بعمل التحاليل وإخراج نتائجها. كذلك يوجد مختبر مرجعي على مستوى المحافظة موجود كذلك بمستشفى الملك فهد. كذلك يوجد بنك دم، أوكي، ومن أكبر بنوك الدم موجود على مستوى المحافظة. هذه الأرقام ليست بغريبة على مستشفى الملك فهد على هذا الصرح الشامخ، وليست بغريبة في ظل كما ذكرت سابقا في ظل وجود دعم حقيقي من قيادة، أوكي، سواء قيادة الحكومة الرشيدة أو سواء من قيادة وزارة الصحة أو قيادات المستشفى في ظل إنجاز وعمل مثل هذه الأرقام. حدثنا عن أهم الأقسام في هذا المختبر، أخبرتني أن هنالك 15 قسم
ما هي أهم هذه الأقسام؟ أهم هذه الأقسام يندرج فيها من ضمنها سبق أن ذكرت لك أنه بنك الدم، وهو يعتبر بنك الدم أكبر بنك دم في المحافظة، ويقوم بتلبية احتياجات المرضى من مكونات من الدم ومكوناته، وكذلك دعم للمستشفيات التابعة لنطاق وزارة الصحة والغير تابعة لنطاق وزارة الصحة بتقديم مكونات الدم لهم. وكذلك يوجد مختبر الدرن، ويقوم بعمل اختبار الدرن على لجميع المقيمين سواء او المواطنين، للجميع بشكل مجانا. هنالك خدمه متساويه للمواطنين للمقيمين لجميع القاصدين لهذا المختبر، يتم تقديم الفحوصات لهم. نعم صحيح صحيح ذلك. طيب مثل ما نشاهد يعني هنا يعني وجود كبير الأجهزة المتطورة، والآن المصور راح يعني يأخذ لنا هذه اللقطات. الآن هذا النظام المتكامل أخبرتني أنه نظام كبير جدا لتوضيح صورة مهمة للدم، حدثنا أكثر عن هذا الجهاز. هذا أحد الأجهزة الذي ركب حديثا لمواكبة الأجهزة الموجودة المتطورة حديثا. الجهاز يقوم تقريبا بما يقارب 1000 اختبار في الساعة، جهاز حديث ومطور بتقنية عالية. استخدم الجهاز أو حدثت الوحدة بالكامل لمواكبة حجم العمل وكما سبقت وذكرت أنه إحنا قادرين إن شاء الله على أن نستوعب أكبر من 5 ملايين اختبار في ظل وجود الدعم وفي ظل وجود الأجهزة الحديثة التي تساعد في إخراج النتائج بوقت مهم. شكرا لك أستاذ غازي، حقيقة لضيق الوقت كان ودنا نتكلم عن أقسام أكبر، ولكن جهود عظيمة وجهود كبيرة لعلنا تناولنا بعضها في هذه اللحظات البسيطة. كذلك الجدير بالذكر أن هنالك أيضا فحوصات مساعدة لفهم أكبر لفيروس كورونا عن طريق الفحوصات الوراثية والجينية وغيرها من الأمراض التي قد ترافق المصاب بكورونا، حتى يتم معرفة كيفية التعامل مع هذا المصاب بهذه النوعيات من الأمراض المزمنة لتقديم الرعاية الواجبة له لحفظ الأرواح وصونها هنا في مستشفى الملك فهد، أحد أهم وأكبر مستشفيات في المملكة العربية السعودية. جميل، من جدة مراسل أخبار السعودية زميل عبد الرحمن المحضار، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن ولضيفك. ناقش المجلس الصحي السعودي برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع منهجية السعة والطلب بالمنشآت الصحية والتي تساعد المستشفيات في خططها لتقديم الخدمة بما يتفق مع احتياجات السكان. طلع المجلس على الخطة التنفيذية للمنهجية والتي سيتم تطبيقها تمهيدا لاعتمادها. وبحث المجلس الخدمات التي يقدمها المركز السعودي لاعتماد وتقييم المنشآت الصحية الحكومية إلى جانب آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي للجهات الصحية في المملكة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تدشين مركز متخصص لتأهيل المرأة السعودية للعمل بالمدن الصناعية. وفي أيضا السائقة السعودية داني عقيل تهدي المملكة كأس العالم للراليات الصحراوية باها في فئة T3. أهلا بكم من جديد. بدأت وزارة التعليم اليوم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوعين الممنوحة لهم. وكانت وزارة التعليم قد منحت غير المحصنين بجرعتين مهلة أسبوعين دون احتسابهم غائبين بعد قصر دخول المنشآت التعليمية على من أخذوا جرعتين. ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى المبادرة بالحصول على لقاح كورونا بأسرع وقت ممكن لعدم تأثر مستواهم التعليمي. تواصل وزارة التعليم استكمال اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للصف الأول الثانوي للوقوف على قياس المعارف والمهارات التي تحصل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي بما يسهم في تجويد العملية التعليمية. وشهدت منصة الاختبارات الإلكترونية نهاية الأسبوع الماضي دخول أكثر من 2,100,000 طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءا من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من اختبارات تعزيز المهارات.
أصدر برنامج سكني 3377 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030. وأوضح سكني أن منطقة الرياض تصدرت قائمة العقود للمستفيدين، تلتها مكة المكرمة والشرقية ثالثا، فيما وقع المستفيدون بمناطق المملكة الأخرى حسب قوائم البرنامج عقودهم. وأكد البرنامج أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة في جميع المخططات المكتملة، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 متر مربع للأرض الواحدة. أعلنت وزارة الاستثمار عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصا، وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسنا ملحوظا بلغ 21% مقارنة بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية. دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن بالتعاون مع جمعية كفو للتوظيف والتأهيل مركزا تدريبيا متخصصا في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، يستهدف تمكين المرأة بالقطاع الصناعي. وأوضح الرئيس التنفيذي لمدن المهندس خالد محمد السالم أن مدن تستثمر في إمكانات وقدرات المرأة السعودية من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تواكب طموحاتها كموظفة أو مستثمرة في قطاع الصناعة، حيث نجحت في رفع عدد السعوديات بالمدن الصناعية بنسبة بلغت 120% خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 17,000 موظفة، صعودا من 7,860 موظفة. تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في 25 موقعا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة نأتي إليك التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة موجودين الموجهة لخدمة المحافظة والمراكز المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وذلك بهدف اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين من الرجال والنساء. تعد منصة إحسان أول منصة وطنية تتلقى مليار ريال من التبرعات في وقت قياسي، إذ تهدف المنصة إلى تنمية القطاع الخيري بما يعود بالنفع على المجتمع بالكامل. نتابع. للخير والعطاء والبناء أوجه كثيرة، والسعوديون لم يعرفوا طريقا للإحسان إلا وسلكوه، ولأن حبهم للخير ورحمتهم للمسكين شديدة، تصدرت منصة إحسان المنصات غير الربحية في فترة وجيزة. مليار ريال خلال 5 أشهر فقط، حصيلة استفاد منها أكثر من 2 مليوني شخص ضمن الفئات الأشد حاجة داخليا وخارجيا. قيادة المملكة سخرت جهودها وإمكانياتها لتنظيم العطاءات وتوجيهها لمكانها الصحيح ومحتاجيها الحقيقيين. فكيف للإحسان أن يأتي إن لم يكن هناك حسن وأحاسن وحسن ومحسنون؟ وكيف لهذه الخصال الرفيعة أن لا تجتمع في شعب مؤسس دولته عبد العزيز ومجدد همته سلمان وملهم مسيرته وواضع رؤيته محمد؟ بثقة نقول
أنا لكل محسن أن يطمئن في أن عطاءه مع منصة إحسان ذهب ليثمر رخاء وصحة وتعليما وشفاء، ذهب لمن يحتاجه حقا ويستفيد منه واقعا. لقناة السعودية، سمر حمد، الرياض. استعاد المتسابق السعودي يزيد الراجحي صدارة الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة الكروس كانتري باها بعد أن توج بلقب باها إيطاليا 2021 الذي شكل ثامن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة بتحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للسائقين. وفي فئة تي 4 توج المتسابق السعودي صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم بعد أن تمكن من حسم السباق بفارق 5 ثوان عن أقرب منافسيه. كما توجت المتسابقة السعودية داني عقيل ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها في فئة تي 3، وذلك بعد فوزها بسباق باها إيطاليا الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم. برنامج فخر الذي أطلقته وزارة الرياضة يرتكز على تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، ويعمل على تعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية محليا ودوليا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير، نتابع. صناعة البطل هدف، ولكن تحسين جودة الحياة في فخر هدف أسمى. الشغف والطموح والفرح الذي بدا على ملامح أبطال فخر من داخل معسكراتهم كان واضحا، وعكس أهمية تعزيز جودة الحياة عليهم من خلال برامج رياضية مختلفة. طبعا احنا إلى الآن معهم أو في معسكر خارجي بإذن الواحد الأحد، وإذا رجعنا إن شاء الله في معسكر في الرياض، وحنا في بإذن الله يعني بطولة، هذه طبعا أول بطولة عالمية حتكون، الله يعطي العافية وزير الرياضة ما قصر، أول بطولة عالمية واللعبة الرماية فيها أول يعني أول مرة يسوونها في السعودية. فخر برنامج وطني رياضي أنشئ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتشاف قدراتهم وتطويرها من أجل صناعة أبطال يمثلون وطنهم عالميا في الألعاب الرياضية البارالمبية. رحلة البطل تبدأ بالتسجيل ومن ثم التواصل معه لتجهيزه في معسكر داخلي أول، حين قدومه للمعسكر يتم توفير المواصلات والملابس الرياضية والسكن والإعاشة له أثناء المعسكر، وتقديم التأهيل الرياضي وأخذ مقاسات للأطراف والكراسي للرياضة المختارة بناء على رغبة اللاعب. بناء منظومة اجتماعية وبيئية رياضية صحية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم في الألعاب الرياضية البارالمبية، تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية من الأشخاص ذوي الإعاقة، هدفان من ضمن أهداف عدة تتحقق من خلال ممكنات وفرت لهؤلاء الأبطال من دعم فني وتقني، كذلك توفير الأطراف الصناعية الرياضية والكراسي الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التأهيل الجسدي والتصنيف والتدريب الرياضي المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. والأهم هنا أن فخر ليس برنامج مرحلة، بل برنامج ولد ليبقى. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بعناوينها. صدور 3 أوامر ملكية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي التطورات الدولية ويؤكد أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها الدوليين. المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة تواصل التراجع إيجابا. وزارة التعليم تواصل استكمال اختبارات تعزيز المهارات حضوريا وعن بعد لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.